دي مدينة 6 أكتوبر، ودي مدينة العاشر من رمضان، ودي مدينة العبور، ودي مدينة بدر، ودي مدينة السادات. كلها مدن ارتبط اسمها بنصر أكتوبر العظيم. تعالوا مع بعض في جولة مجمعة كده من قلب كل مدينة منهم نشوف شكل الحياة فيها عامل ازاي. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا بالمدينة اللي اتسمت على التاريخ الميلادي ليوم النصر العظيم، المدينة المشهورة جدا مدينة 6 أكتوبر. وإحنا حاليا في طريق الواحات، واحد من الطرق اللي ممكن تستخدمها للوصول ل 6 أكتوبر، وحندخل يمين من جنب منطقة غرب سومد، وحيكون على شمالنا هنا واحد من فروع نادي وادي دجلة. هنمشي شوية في الطريق هنا لغاية ما نوصل ويكون على شمالنا جهاز مدينة 6 أكتوبر، واللي بيتوسط المحورين الرئيسيين جوه المدينة. كمان طريق محور 26 يوليو اللي احنا فيه يعتبر مدخل تاني جاي من محور 26 يوليو على ميدان جهينة، وبنكمل طريقنا وندخل المدينة مع بعض. احنا بنجري الصورة شوية عشان نقرب من مدخل المدينة، والفعل احنا لفينا وبقى نادي مدينة 6 اكتوبر هو اللي موجود على يميننا دلوقتي، وحندخل من جنبه على طول على المحور المركزي واللي بيوصلنا لعدد كبير من احياء اكتوبر. طبعا احنا هناخد في حلقتنا مع بعض مقتطفات من أحياء أكتوبر من الحلقات اللي كنا شفناها قبل كده مع بعض جوه مدينة 6 أكتوبر، ومازال مشروع المونوريل موجود بيتم إنشاؤه جوه المدينة هنا. وأول الأحياء اللي هتقابلك هنا واللي موجود فيها نادي 6 أكتوبر هو الحي السابع، لأن أكتوبر أحياءها موجودة بالترتيب على المحور الموازي على شمالنا من الحي الأول لغاية الحي السادس عند المنطقة الصناعية، وبعدين بنرجع مرة تانية وناخد الأحياء على المحور اللي احنا موجودين فيه دلوقتي وهو من الحي السابع فيما فوق عشان تمشي الأحياء بالترتيب. تعالوا بقى ننتقل مع بعض جوه الحي السابع نتفرج عليه مع بعض. احنا كده جوه الحي السابع، الحي السكني المميز جدا جوه اكتوبر والمنظم بشكل كبير، ومعظم شوارعه متسمية على اسماء المدن في السعودية وعلى اسماء الصحابة وامهات المؤمنين. الحي هنا ممكن نسميه مركز مدينة 6 اكتوبر، مليان بالخدمات والمحلات والمولات والمناطق الترفيهية والرياضية. احنا دلوقتي في شارع الحجاز، ومنه حنروح على شارع مكة المكرمة، واحنا نعتبر في منطقة الاردنية وفي عمق الحي السابع، ونشوف عمراته وشكلها المختلف عن بقية الاحياء. هنسيب الجزء ده ونروح لجزء تاني من الحي. بقينا موجودين في جزء جديد من الحي السابع في مدينة ما نقدرش نقول عليها حاليا مدينة جديدة، لأن مر على إنشائها عشرات السنين واستقرت وبقى فيها طرق المواصلات والخدمات بشكل كبير. خرجنا على شارع المدينة المنورة، ونمط العمارات في الجزء ده من الحي أقرب للفيلات والبيوت الدورين. الجزء ده من الحي مميز جدا، وحننتقل من هنا ونروح بقى على واحد من أهم أماكن أكتوبر عند مسجد الحصري. احنا كده عند العلامة الأشهر والمعلم المهم جوه مدينة 6 أكتوبر هو مسجد الشيخ محمود خليل الحصري، وعلى شمالنا هنا زمزم مول، وحيكون قدامنا ميدان الحصري واللي تقريبا معظم خطوط المواصلات بتوصل لهنا، هي منطقة تجمع كبيرة. وعلى شمالنا ورا المباني دي جامعة 6 أكتوبر، وعشان كده الجزء اللي على شمالنا مليان بالمطاعم والمحلات. ومن عند مسجد الشيخ الحصري هنروح نشوف جزء من الحي الأول. احنا كده في طريق التحرير جوه الحي الاول، واللي هو من الاحياء السكنية المميزة والهادية واللي فيه خدمات كتيرة على كل لون، موجود زي ما حضراتكم شايفين الاردنية مول على يمنا، وموجود هنا جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة، ومعهد الحصري الازهري للغات، وموجود مستشفيات الوادي والصفقة. والشوارع في الحي الاول واسعة بشكل كبير، و6 اكتوبر متقسمة احياء والاحياء متقسمة لمجاورات. مدينة 6 اكتوبر مدينة سكنية وصناعية، واسمها طبعا بيرجع لنصر اكتوبر سنة 1973. وهنسيب الحي الاول ونروح لمكان تاني. من المحور المركزي هندخل الشارع الفاصل بين الحي الثالث والحي الرابع، وعلى يمنا هنا على طول اول ما ندخل الشارع سنتر المدينة، وشايفين ان فعلا اللي بيميز اكتوبر هو اتساع الشوارع في معظم احيائها.
الهدف من إنشاء مدينة 6 أكتوبر كان تقليل الكثافة السكانية في محافظة الجيزة، وعموما في أكتوبر هتلاقي تنوع كبير جدا في مستويات السكن، وده معناه أن أكتوبر هتصلح كسكن لكل المستويات المادية تقريبا. هنسيب الحي الثالث والرابع ونروح على الحي الخامس. احنا كده داخلين على شارع 19 جوه الحي الخامس، واحنا في مدينة بعيدة عن القاهرة حوالي 38 كيلومتر، ولكنها مرتفعة من 150 ل 200 متر فوق منسوب سطح البحر، وده بيديها جو مثالي فعلا. وشايفين الاختلاف والتنوع في شكل المباني مع بعض. حي الخامس معظمه عمارات اهالي، وعشان كده العمارات مختلفة في التصميم ولكن الارتفاعات موحدة. هنسيب الحي الخامس ونروح على الحي السادس. احنا كده في الحي السادس، وهو من الاحياء البسيطة في اكتوبر ومن الاحياء القريبة جدا من المنطقة الصناعية. العمارات هنا هتلاقوها متشابهة، مساحات الشقق صغيرة، لان في الاساس العمارات اتعملت كسكن للعمال اللي بيشتغلوا في المنطقة الصناعية القريبة جدا من هنا، ودي ميزة مهمة جدا ان الشغل يكون قريب من البيت. الخدمات هنا في الحي السادس كتيرة جدا لانه من الاحياء القديمة، عشان كده هتلاقوا الخدمات متوفرة بشكل كبير جدا. الجزء ده من الحي هنروح لمكان تاني جوه الحي. انتقلنا كده عشان نشوف الميدان الاشهر في اكتوبر عدد كبير جدا من السنين قبل ما ينتزع ميدان الحصري الاهمية منه، ميدان ليلة القدر، واللي في محيطه في مؤسسة ليلة القدر اللي اسسها مصطفى وعلي امين، وهي تعتبر دار ايتام. هنسيب بقى الحي السادس ونروح على الحي الثامن. كده في محور جمال عبد الناصر، وعلى يمنا طريق التحرير، وقدامنا عمارات الحي الثامن في اكتوبر. هو من الاحياء الراقيه والهاديه، ومعظم شوارعه متسميه بالارقام. عمارته قديمه نسبيا، ولكنها هتلاقوها محافظه على شكلها المنظم. الحي الثامن موجود فيه عمارات اهالي كمان. نسبه التشجير هنا كويسه جدا، وارتفاعات موحده للمباني. وقدام الحي الثامن موجود عدد من الكومباوندات والمشاريع الجديده جوه المدينه الشهيره. هنسيب مع بعض الحي الثامن ونروح على الحي العاشر. الحي العاشر بقى من الاحياء الشعبيه في اكتوبر، موجود فيه مول المرشدي، فرع تاني غير فرع الشيخ زايد. شقق الحي هنا اسعارها بسيطة بشكل كبير، وعمارات الحي كلها تابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، واللي مشروعاتها تابعة للاسكان التعاوني وكانت لمحدودي الدخل. ورغم بساطة المكان لكن الشوارع برضو واسعة. والميزة في الحي العاشر انه في وسط مدينة 6 اكتوبر فعليا، موقعه فعلا متميز جدا، موجود فيه برضو خدمات كتير. واحنا هنسيب الحي العاشر ونروح لمكان تاني. احنا كده في محور جمال عبد الناصر، المحور الحيوي والرئيسي جوه عمق مدينة 6 اكتوبر، ونزور مع بعض الحي ال11، الحي الواسع والكبير جوه المدينة. الجزء اللي كان على شمالنا والحي العاشر، ودخلنا شارع موجود على شمالنا مشروع قديم نسبيا ولكنه مهم هنا، هو مشروع البشاير. ومن البشاير هندخل مدخل التعاونيات، وهو مشروع برضو تابع لهيئة تعاونيات البناء والاسكان. واختصار للوصف، بدل ما يسموا المشروع اي اسم سموه على عدد العمارات اللي موجودة فيه، وهما 164 عمارة. من التعاونيات انتقلنا عشان نشوف مشروع كمان جوه الحي ال11 ومساكن الشباب، بنشوف التنوع في شكل العمارات بين المشروعات. اسكان الشباب مشروع موجود في عدد كبير من المدن الجديدة، وبدأ سنة 1995. شكل عماراته جيدة، والعمارة بتبقى أرضي واربع أدوار، ومساحتها من 63 متر ل 100 متر. ومن مساكن الشباب خرجنا مرة تانية على محور جمال عبد الناصر، وعلى يمنا مشروع جديد في الحي ال11 هو مشروع البنك، وما زلنا جوه المدينة لتقدر توصلها بسهولة وتقدر تروح منها لأي مكان بسهولة برضو. من الحي ال11 هنروح على الحي ال12. كده بقينا في الحي ال12، وهو من الأحياء المتوسطة والشعبية في أكتوبر، وبرضو العمارات هنا موحدة، والحي موجود فيه كل الخدمات، وفي محلات تحت العمارات. هو مختلف شوية بقى عن الحي الثامن، اللي خدماته هتلاقوها مجمعة في مولات خدمية صغيرة كده. واحنا دلوقتي هنسيب الحي ال12 ونروح على المنطقة الصناعية نشوفها مع بعض. احنا كده في المنطقة الصناعية، وقدامنا اوتليت مول المشهور هنا في اكتوبر، اللي موجود فيه عدد كبير من براندات الملابس والاحذية وغيرها باسعار منافسة بشكل كبير. قبل ما المول ده يتعمل كان كل مصنع بيعمل مركز بيع جنب المصنع بتاعه، لكن طبعا المول اجمل واشيك واسهل في ان انت تتفرج فيه على كل حاجة، الناس بتعتبره فسحة. وقدام المول هنا موجود برضو عدد من المنافذ التابعة للمصانع المختلفة. منطقة صناعية مميزة ومتخططة بشكل مميز، وموجود عدد ضخم من المصانع زي جوهينا وجنرال موتورز مصر وسوزوكي وهاينز ونسلي وكونكريت،
ودومتي وغيرها كتير من المصانع. واحنا دلوقتي بقى هنسيب المنطقة الصناعية ونروح على نهاية جولة اكتوبر من عند مول العرب. احنا كده رجعنا على محور جمال عبد الناصر وعلى يمنا مول العرب، واللي اتفتح سنة 2010، مليان محلات وبراندات مصرية وعالمية، موجود فيه ايكيا وسينمات وبنوك ونافورة رائعة، ويعتبر حاليا بمساحته الافقية الكبيرة اكبر مول في مصر. مازال مول العرب على يمنا، واحنا كده رايحين لميدان جهينة الشهير، وعلى شمالنا مدينة الشيخ زايد القريبة جدا من اكتوبر. ويلا بينا بقى ننتقل من المدينة المتسمية على اسم التاريخ الميلادي لانتصار اكتوبر العظيم للمدينة المتسمية على التاريخ الهجري العاشر من رمضان. مدينة 6 اكتوبر كانت قريبة جدا من طريق اسكندرية الصحراوي، لكن مدينة العاشر من رمضان موجودة بقى على طريق صحراوي مباشرة، واحنا موجودين دلوقتي في طريق الاسماعيلية الصحراوي، واحنا في ميدان التالتة، وموجود هنا كوبري التالتة، والكلمة راجعة للمنطقة الصناعية التالتة اللي موجودة في الميدان هنا او على في محيط الميدان هنا. واحنا بنلف جوه الميدان، والطريق اللي على يمنا دلوقتي هو المتجه للإسماعيلية، واللي على شمالنا هو المتجه للقاهرة. ومدينة العاشر من رمضان على شمالك لو جاي من القاهرة، وعلى يمينك لو جاي من الإسماعيلية. وخلاص احنا داخلين على الشارع اللي هيدخلنا لمدينة العاشر من رمضان، شارع هنا او المحور اسمه ابو بكر الصديق، وعكس اكتوبر اللي ملهاش بوابة معينة لكنها ملتحمة في نسيج محافظة الجيزة. لكن العاشر من رمضان ليه بوابة جميلة قدام حضراتكم اهي، مكتوب عليها اسم المدينة وانها تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وعموما مدينة العاشر من رمضان تابعة جغرافيا لمحافظة الشرقية، يعني احنا كنا في الجيزة وبقينا في الشرقية. بوابة رائعة، واول ما بتدخل هنا بتحس بالتشجير الكثيف اللي موجود هنا، وهتلاقي على يمينك موجود حديقة الكفراوي اللي على اسم المهندس حسب الله الكفراوي ابو المدن الجديدة، واللي كان وزير الاسكان في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك. احنا بنجري الصورة مع بعض شوية عشان نروح لمكان تاني جوه مدينة العاشر من رمضان، واحنا وصلنا بالفعل لميدان متسمي برضو على اسم الكفراوي. والعاشر من رمضان فيها محاور طولية ومحاور عرضية متقاطعة معاها، اهم محورين طوليين هما ابو بكر الصديق اللي احنا فيه، بيوازيه على يمنا محور علي بن ابي طالب، وقدامنا هنا على اليمين مجموعه من البنوك. بنلف جوه ميدان الكفراوي في قلب المنطقه الخدميه جوه مدينه العاشر من رمضان، ويلا بينا نروح على مكان تاني جوه المدينه. وصلنا كده لمنطقة الأردنية الشهيرة في العاشر، واللي الاسم ده موجود برضو في 6 أكتوبر في الحي السابع، منطقة خدمية وفيها سوق خضار وفاكهة وعدد كبير من المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات. والعاشر من رمضان حدودها طريق الإسماعيلية من الجنوب، ومن الغرب طريق بلبيس، ومن الشرق منطقة المصارف، ومن الشمال طريق أبو حماد ومزارع الملاك ومزارع رمسيس. وإحنا لسه موجودين جوه الأردنية في مدينة العاشر اللي تعتبر من أكبر المدن الصناعية في مصر. لو كنت لسه موجود معايا في الفيديو أتمنى أنك تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. من الأردنية بقينا في محور علي بن أبي طالب، وطالعين على شارع عمر بن الخطاب، وموجود قدامنا هنا حي الياسمين، وعلى شمالنا سنترال مدينة العاشر وميدان السنترال. ودخلنا على شارع عمر بن الخطاب اللي برضه من المحاور العرضية المهمة في العاشر، واللي موجود فيه معلم مهم من معالم العاشر هو المعهد التكنولوجي العالي. العاشر بتبعد حوالي 46 كيلومتر عن القاهرة، وعن الزقازيق 39 كيلومتر، وعن بلبيس 20 كيلومتر، وفيها مناطق سكنية وصناعية وخدمية وترفيهية. يلا بينا نروح لمكان تاني جوه العاشر من رمضان. احنا كده جنب مشروع دار مصر جوه مدينة العاشر، والمشروع المهم لوزارة الاسكان واللي موجود في عدد كبير من المدن الجديدة. لسه بنلف وبنشوف مدينة العاشر من رمضان مع بعض في حلقة مختلفة، بنشوف فيها نمط عدد من المدن اللي اتسمت على اسماء نصر اكتوبر العظيم. احنا كده راجعين في اتجاه طريق عمر بن الخطاب، وقدامنا على طول المعهد التكنولوجي العالي، ومعهد عالي تابع للقطاع الخاص انشأه الدكتور مصطفى كامل سنة 1988، موجود فيه 3 تخصصات: الهندسة وإدارة الأعمال والحاسبات والمعلومات. وتعالوا بقى مع بعض نروح لجزء جديد من العاشر من رمضان.
احنا كده وصلنا لميدان مصر الخير، والطريق اللي على يمنا وشمالنا هنا مهم جدا، هو اسمه طريق مصر النور، رابط المدينة كلها من اقصى الشرق لاقصى الغرب. وقدامنا هنا جامعة الابتكار، وجامعة دولية متميزة وبتسعى انها تكون مركز اكاديمي وبحثي عالمي. يعني ملاحظين ان اكتوبر موجود فيها عدد كبير من الجامعات، وهنا برضو في عدد من الجامعات والمعاهد، بحيث ان المدن الجديدة اصبحت يعني بتجمع حياة متكاملة فعلا. بعد الجامعة موجود هنا الموقف الإقليمي الجديد اللي موجود في العاشر، واللي فيه خطوط خارجية لكل أنحاء مصر وخطوط داخلية كمان جوه العاشر. الموقف فعلا عمل نقلة مهمة في العاشر من حيث وسائل المواصلات وسهولة الوصول والانتقال من وإلى العاشر من رمضان. مع بعض يلا نروح جزء تاني. رجعنا لجزء تاني من منطقة الأردنية والحي الأول عشان نشوف تنوع أشكال المباني في المدينة، واللي موقعها حاليا بقى استراتيجي جدا، وإحنا قريبين من بدر والعاصمة الإدارية الجديدة، وقريبين من العبور والشروق، وقريبين من العبور الجديدة والمستقبل، واللي كل المدن دي بقوا عاملين وكأنهم مدينة واحدة متسعة جدا. رجعنا مع بعض المكان تاني ولسه بنلف جوه العاشر، واللي وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي عمل ليها حزام أخضر شاسع وبنى حديقة شجرية كبيرة. أغلب سكان العاشر من رمضان من كل محافظات مصر، يعني إحنا في مدينة هتبقى صالحة لكل السكان إنها تسكن فيها، المستثمر وصاحب المصنع، المهندس والمحاسب، واللي دخله عالي واللي دخله منخفض أو متوسط. وخاصة إن العاشر من رمضان مدينة متكاملة الخدمات، سواء صحية أو تعليمية أو رياضية أو تجارية وغيرها من الحاجات اللي بيحتاجها كل سكان أي مدينة. تعالوا نروح لمكان تاني مع بعض. لسه احنا جوه مدينة العاشر وبنقارن ما بينها وما بين 6 اكتوبر، واللي هنلاحظه ان الهدوء هنا اكتر واكبر شوية، المساحة ملمومة شوية عن اكتوبر اللي امتداداتها كتير جدا. لسه بنتمشى جوه شوارع العاشر وهنروح على المنطقة الصناعية. عشان احنا في الاصل في مدينة صناعية، فما كانش ينفع ما نشوفش المنطقة الصناعية ومول الاوتليت اللي موجود هنا. هتلاحظوا اختلاف شوية ما بين المول اللي موجود هنا واصغر نسبيا عن المول او مول الاوتليت اللي كان موجود في مدينة 6 اكتوبر، ولكن برضو هنا هتلاقي معظم البراندات اللي موجودة والمحلات الكتيرة جدا، واللي اسعارها بتكون مناسبة لمعظم الاسر المصرية اللي بيجيبوا ولادهم عشان يشتروا من هنا كل الملابس الخاصة بيهم، سواء الرجالي او الاطفالي او الحريمي. يعني هتلاقوا تنوع كبير جدا جوه مول الاوتلت، اللي بيكون في بعض الاحيان في بعض المصانع بيبقى فيها بعض العيوب الصغيرة، لكن ما بتبقاش ملحوظة بالنسبة لسعرها الرائع. كده احنا رحنا للجزء اللي بيطلعنا من مدينة العاشر من رمضان، ورجعنا مرة تانية على طريق الاسماعيلية الصحراوي، واحنا كده في الاتجاه اللي رايح على القاهرة واللي رايح على مدينة العبور، والفعل هننتقل من العاشر من رمضان للعبور. برضو احنا في طريق الاسماعيلية الصحراوي ولكن اقرب للقاهرة، ورايحين على المدينة اللي تسمت على ذكرى حدث تاريخي لابناء القوات المسلحة المصرية البواسل في عبور قناة السويس وتحطيم اسطورة خط بارليف المنيع في حرب 6 اكتوبر سنة 1973. احنا دلوقتي في نفق العبور، واللي بيعدينا طريق الاسماعيلية الصحراوي في المدينة اللي موجودة بين امتداد طريق بلبيس الصحراوي وطريق القاهرة الاسماعيلية. والمدينة موجودة على شمال الطريق لو انت جاي من القاهرة، وعلى يمين الطريق لو انت جاي من الإسماعيلية. أول ما بنطلع من النفق هنا بقينا موجودين في محور العبور، وهو محور بيربط وبيمر بكل أحياء المدينة الصناعية والسكنية. وزي ما شفنا أكتوبر في محافظة الجيزة وشفنا العاشر في محافظة الشرقية، فاحنا كده رحنا محافظة جديدة وهي محافظة الأليوبية اللي تبع ليها العبور. أكتوبر والعاشر كانوا من مدن الجيل الأول، لكن إحنا في مدينة من مدن الجيل الثاني، واللي من مميزاتها الموقع الجميل وتنظيم المدينة الرائع زي ما حضراتكم شايفين هنا. موجود هنا على اليمين جولف سيتي مول اللي فيه كارفور، ومن الشارع اللي على يمنا ممكن نروح لخط 10 في العبور وتقسيم جمعية أحمد عرابي اللي موجود فيها مجموعة من الأراضي الزراعية اللي موجود فيها قصور كمان جنب الأراضي دي. العبور برضو فيها منطقة صناعية وفيها سوق العبور الشهير، أكبر سوق للخضروات والفاكهة في القاهرة. وإحنا ما زلنا في محور العبور، هنتمشى شوية وبعدين نروح على مكان جديد جوه العبور.
احنا موجودين في شمال شرق القاهرة وقريبين من الطريق الدائري الاوسطي، واحنا دلوقتي في شارع الشهيد مبارك مهران، والمبنى اللي قدامنا دلوقتي هو مبنى من المباني الجميلة في العبور، مبنى مدرسة النيل المصرية الدولية فرع العبور، مبنى تصميمه وشكله رائع بالفعل، وهي مدارس مصرية دولية بيساهم فيها صناديق تمويل حكومية بدأت سنة 2010 دراسة فيها مقابل مصاريف، لكنها بتكون اقل نسبيا من المدارس الدولية الخاصة. تعالوا مع بعض نروح لمكان تاني جوه العبور. من صرح تعليمي لصرح تعليمي تاني، وقدامنا هنا مول يو بلازا مول، والشارع اللي بيقطعنا يمين وشمال هنا هو شارع ابراهيم عرفة، وحندخل من الشارع ده بالفعل شمال، وبيكون على يميننا هنا صرح تعليمي تاني في العبور، وهي مدرسة الكونتيننتال الدولية، المدارس المتميزة لكن مصاريفها عالية بشكل كبير. احنا كده في الحي السادس وبنشوف اجواء الحي من جوه، وقدامنا على طول هنا يعني تجمع محلات لعدد كبير من الخدمات، ما نقدرش نقول عليه مول، وسنتر كده في اسماك ابو علي وسوبر ماركت ومطاعم صبحة، وبنلف كده حوالين السنتر اللي هتلاقوا فيه حلاق ومحلات لبيع واصلاح اجهزة كهربائية واكواجي وخدمات تانية بيحتاجها الحي في الحياة اليومية، والتجمع ده بيكون بديل لاي محلات تتفتح في العمارات لمراعاة الخصوصية والهدوء بتاع المكان بصفة عامة. احنا كده رحنا للحي الاول، وعلى يمنا هنا مركز وعيادات اليسر، وفعلا دخلنا نشوف شوارع الحي الاول هنا في العبور، ونقارن كده بين الاحياء ونشوف الثراء والتنوع الكبير مع بعض، ونقارن النهاردة ما بين المدن المختلفة سواء العبور او العاشر او 6 اكتوبر. رحنا لجزء تاني وقدامنا لوحة موجود فيها الحي الاول اللي هو يعتبر بين الاحياء القديمة جوه مدينة العبور، مثل وجود المواصلات والخدمات بشكل كبير، موجود فيه كل أنماط السكن، موجود فيه الجهاز والنادي وغيرها من الخدمات. رحنا بقى على شارع الشباب في العبور ومساكن الشباب، اللي حاليا بيتم انشاء مدينة جديدة اسمها العبور الجديدة ما بين مدينة العبور ومدينة العاشر من رمضان، وموجود قدامنا هنا صرح تعليمي مهم جوه مدينة العبور، وهي جامعة منها الاهلية، وهي من الخدمات التعليمية الكتيرة اللي موجودة جوه العبور، وبرضو من الجامعات اللي بتميز المدن الجديدة. رجعنا مرة تانية وبقينا جنب جولف سيتي مول، ودخلنا من الشارع اللي جنبها، وزي ما حضراتكم شايفين هو مول كبير جدا، وجنبيه مدينة جولف سيتي المدينة المشهورة جدا جوه العبور، وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الرحلة جوه العبور ان الطريق ده هو اللي هيوصلنا الخط 10 اللي موجود فيه تقسيم احمد عرابي، الاراضي الزراعية الرائعة جدا اللي جوه مدينة العبور، والطريق ده برضو هو يعني لو دخلنا شمال هنروح على خط 10 وهو محور موازي كده المحور العبور اللي كنا فيه، ولو دخلنا يمين زي ما هنعمل كده هنروح على الطريق اللي هيطلعك مرة تانية على طريق الاسماعيلية الصحراوي، ومن العبور هنروح عشان نشوف مدينة بدر. من طريق الاسماعيلية الصحراوي رحنا لطريق السويس الصحراوي، ورايحين على مدينة تعتبر اقرب مدينة للعاصمة الادارية الجديدة، وهي العاصمة اللي موجودة على يمنا دلوقتي، وحنطلع مع بعض الكوبري اللي بيعدينا طريق السويس واللي بيدخلنا مباشرة على مدخل مدينة بدر، واللي موجودة على شمال الطريق لو انت جاي من القاهرة، وعلى يمين الطريق لو انت جاي من السويس، والكوبري اللي احنا طالعينه مع بعض دلوقتي ممكن نستخدمه عشان نروح على مدينة بدر او مدخل مدينة بدر زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي، ممكن كمان نستخدمه كيوترن للي حابب ان هو يرجع على القاهرة مرة تانية لو ماشي جوه طريق السويس، فهيطلع الكوبري وهيدخل من المدخل اللي موجود على يميننا دلوقتي عشان يرجع مرة تانية للقاهرة، واول ما بننزل من الكوبري بيكون في جدارية ضخمة مكتوب عليها اسم المدينة اللي داخلين نزورها دلوقتي، وموجود على شمالنا هنا المدرسة البريطانية، وراها في جامعة كامت، والطريق اللي احنا رايحينه او داخلين دلوقتي هو طريق مدخل مدينة بدر، واول حي بيقابلنا في بدر على يميننا هنا الحي المتميز، وهو اقرب حي للعاصمة الادارية الجديدة، ويعتبر مكان مميز جدا للسكن لو انت حابب تشتري باسعار اقل من اسعار العاصمة، فهتلاقي ان الحي المتميز هنا يمكن زادت اهميته جدا
جدا وزادت اسعاره بشكل كبير بعد البدء في بناء العاصمه. احنا بنجري الصوره شويه مع بعض عشان نروح لمكان جديد جوه مدينه بدر، وما زلنا موجودين جوه مدخل مدينه بدر ورايحين على ميدان من اهم ميادين بدر وهو ميدان الحريه. الميدان اللي احنا داخلين عليه يعتبر من ميادين بدر الشهيرة، هو ميدان الحرية، وما زال الحي المتميز موجود على يميننا هنا، والشارع اللي على يميننا اسمه طريق سعد زغلول واللي هيوصلنا لمنطقة الموقف والخزان في بدر. هناخد لفة صغيرة كده جوه الميدان عشان نتعرف ونشوف شكل المباني والحياة يعني في مدينة من المدن الجديدة في مصر، واللي عموما المدن الجديدة في عدد كبير من الناس ما شافوهاش قبل كده. بنشوف تنوع شكل الحياة جوه المدن اللي متسمية على التاريخ اللي كلنا بنعتز بيه، هو تاريخ نصر اكتوبر. من ميدان الحرية رحنا على ميدان جديد جوه مدينة بدر وهو ميدان الجامعة الروسية، واللي موجودة قدام حضراتكم دلوقتي، وهي من الخدمات التعليمية اللي موجودة جوه مدينة بدر. وبنلف مع بعض جوه ميدان الجامعة، وبعدين هنستكمل رحلتنا اللي بنقارن فيها ما بين المدن الجديدة بشكل عام، سواء 6 أكتوبر أو العاشر أو العبور. وإحنا موجودين جوه بدر دلوقتي، الجامعة دي جامعة خاصة موجود فيها كليات الهندسة والصيدلة وطب الأسنان والذكاء الاصطناعي والفنون الجميلة والألسن والإدارة، والكليات بتزيد مع الوقت. احنا لفينا كده، والجزء اللي قدامنا دلوقتي ده هو مدخل مدينة أو طريق الحرية بقى، اللي بعد مدخل مدينة بدر بيتسمى طريق الحرية، هو اللي موجود قدامنا هنا. وبنلف مع بعض وحننتقل لمكان تاني جوه بدر. احنا كده في طريق المشير احمد بدوي، وفي مدينة بدر اللي متسمية على اسم عملية بدر اللي نفذها الجيش المصري خلال حرب اكتوبر سنة 1973، واللي كان هدفها تحرير الضفة الشرقية لقناة السويس والاستيلاء على خط بارليف، وهي عملية مهمة ورئيسية وجزء من حرب اكتوبر. ما زلنا موجودين جوه طريق المشير احمد بدوي، واللي كان وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، وكان من قادة حرب اكتوبر العظام، وكان القائد العام للقوات المسلحة سنة 1980. وما زلنا بنستكشف شكل ونمط وطبيعة الحياة جوه مدينة بدر. وعلى شمالنا هنا موجود سنترال بدر، وداخلين على ميدان السنترال وحننتقل لمكان تاني جوه بدر. احنا كده في ميدان 30 يونيو، قدامنا بقى خزان او الخزان الرئيسي، خزان المياه اللي موجود جوه مدينة بدر، وطالعين على واحد من اهم ميادين بدر واكترها حيوية، ويعني من الميادين الشعبية شوية جوه بدر، وهو ميدان الخزان اللي موجود فيه موقف كمان اسمه موقف الخزان، موقف مواصلات لجوه مدينة بدر زي ما حضراتكم شايفين معايا. جوه مدينة زادت أهميتها جدا بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. من ميدان الخزان رحنا على ميدان الموقف، وقدام حضراتكم بقى هو قدامكم موقف بدر النموذجي، الموقف الجديد اللي اتعمل جوه بدر، وحل مشكله كبيره في مساله الانتقال من والى بدر، وساهم جدا في عمليه التعمير اللي بتتم جوه مدينه بدر. بنلف جوه ميدان الموقف، وهنروح من الميدان ده لمكان جديد جوه مدينه بدر. احنا كده بقينا موجودين جوه الحي المتميز في مدينة بدر، وقدام حضراتكم موجود مشروع دار مصر اللي شفناه في مدينة العاشر من رمضان، وادي موجود مرة تانية جوه مدينة بدر، والطريق اللي احنا ماشيين فيه هيودينا لمول مصر. بنلف بالفعل جوه ميدان مول مصر، واول ما بنلف بنشوف المول اللي قدام حضراتكم دلوقتي، وهو من الخدمات التجاريه ومن خدمات الناس اللي بيحبوا ان هم يخرجوا جوه مدينه بدر. مول ضخم ويعني وارقى مول في بدر، مساحته كبيره واربع ادوار زي ما احنا شايفين، وفي محلات ومطاعم وكافيهات ومنطقه ملاهي خاصه بالاطفال. احنا ما زلنا بنلف، وجريت الصوره شويه وخلاص بقى انا دخلت مباشره على الشارع ده عشان
ممكن أوريكم إن العاصمة الإدارية الجديدة هي اللي موجودة قريبة جدا من مدينة بدر، وهي بالأبراج اللي موجودة قدامنا هنا. هنسيب بقى مدينة بدر ونروح على آخر مدينة في رحلتنا النهاردة، وهي مدينة السادات. زي ما زورنا طريق الإسماعيلية الصحراوي وطريق السويس الصحراوي، فاحنا موجودين في طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وداخلين من المدخل الخاص بمدينة السادات زي ما حضراتكم شايفين معايا. وطبعا طريق اسكندرية الصحراوي ممكن توصل عن طريق محور 26 يوليو، او من ميدان الرماية بعد شارع الهرم، او من فيصل، او من جوه مدينة 6 اكتوبر، او من وصل الدهشور. توصلوا كمان من طريق الدائري الاقليمي ومحور الضبعة وطريق وادي النطرون وطريق العالمين. واحنا كده بالفعل دخلنا على مدخل مدينة السادات، وزي ما حضراتكم شايفين موجود بقى هنا كارتة للدخول لمدينة السادات. بقينا موجودين بالفعل جوه مدخل المدينة الجميل جدا والنظيف، واللي نسبة التشجير فيه نسبة ضخمة جدا. ويمكن احنا جوه مدينة اعتقد ان في عدد كبير من الناس ما شافوهاش قبل كده، فاحنا بالفعل جوه المدينة اللي متسمية على اسم الرئيس السادات اللي كان بطل الحرب والسلام زي ما كانوا بيقولوا، وكان هو القائد الاعلى للقوات المسلحة في وقت نصر اكتوبر. احنا دلوقتي في ميدان مهم وحيوي في مدينة السادات، وهو اللي متسمي على اسم دوران بريما، وبريما دي ماركة سيراميك. وزي كده ميدان جهينة في اكتوبر هتلاقي هنا بعض الميادين اللي متسمية على اسماء الشركات. والمسافة ما بين القاهرة ومدينة السادات حوالي 95 كيلومتر، يعني تقريبا تاخد ساعة بالعربية من القاهرة تكون هنا في مدينة السادات. وللعيد القومي ليها يوم 25 اغسطس من كل سنة. طبعا صدر قرار انشاء المدينة دي في عهد الرئيس السادات سنة 1978، وبدأ انشاء المدينة سنة 1979. بقينا كده جوه المنطقة السكنية جوه مدينة السادات، وشايفين في توحيد في ارتفاعات المباني هنا، وكلها يعني مباني حديثة بتتناسب مع عمر المدينة هنا، اللي موجود فيها مستشفيات، مستشفى السادات المركزي، مستشفى السادات التخصصي، مستشفى دار الشفاء، مستشفى هرمل التذكاري، موجود جامعة مدينة السادات وفرع الجامعة الأزهر وفرع للجامعة الأمريكية. بقينا دلوقتي قدام مول سيتي مول جوه مدينة السادات. ومدينة السادات تعتبر من المدن الصناعية الكبيرة جدا في مصر، وفيها مصانع عملاقة، وفيها أكبر مجمعات صناعية متخصصة في الشرق الأوسط، وفيها صناعات تقيلة وكيميائية وهندسية. مدينة السادات خلال 10 سنين حصل فيها تطور عمراني كبير، من 11 منطقة سنة 2011 ل 34 منطقة حاليا. زي ما حضراتكم شايفين يعني نسبة السكن فيها كبير، ونسبة برضو الهدوء اللي موجود جوه مدينة السادات كبير. رحنا لمنطقة سكنية جديدة جوه مدينة السادات، وحندخل يمين من هنا، وزي ما حضراتكم شايفين قدامنا مدرسة كامبريدج اللغات اللي موجودة جوه مدينة السادات، موجود معاها مدرسة أكسفورد وفيوتشر والنيل الدولية والجيل الجديد و40 مدرسة حكومية. هتلاحظوا ان مدينة السادات مختلفة شوية، هتلاقوا نمط المباني فيها والسكن يعني اقل نسبيا وشكله يعني بسيط شوية عن نمط السكن اللي موجود مثلا في مدينة 6 اكتوبر او في بعض الاماكن اللي كانت موجودة في العبور. احنا دلوقتي على يميننا مدينة الزهور للطالبات في السادات، وهي مدينة جامعية هنا في مدينة السادات، يعني مدينة منظمة جدا. والسادات هيكون فيها واحدة من محطات القطار الكهربائي الجديد، وهيربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهيربطها بالمدن الجديدة. كمان افتتحت المنطقة التكنولوجية في السادات، يعني برضو مجموعة كبيرة من الخدمات اللي موجودة جوه المدينة اللي متسمية على اسم الرئيس السادات. لسه بنتمشى جوه مدينة السادات،
واللي حدودها من الوجه القبلي مركز امبابة، ومن الغرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ومن الشرق مركز منوف في المنوفية، ومن الشمال او الوجه البحري مركز بدر في البحيرة. والسادات كانت تابعة للبحيرة، وفي سنة 1991 انتقلت لمحافظة المنوفية، وكان الهدف ان اهالي المنوفية يكون ليهم متنفس بعيد عن الدلتا الضيقة. يعني احنا النهاردة زورنا الجيزة، وزورنا الشرقية، وزورنا الاليوبية، وزورنا زي ما حضراتكم شايفين معايا المنوفية، وزورنا القاهرة، واللي كانت مدينة بدر تبع لمحافظة القاهرة. زورنا خمس محافظات في رحلتنا مع بعض النهاردة، واحنا دلوقتي يعني مع فترة المغرب كده، وقت المغربية، بنزور مدينة السادات مع بعض في نهاية رحلتي اللي زورنا فيها مع بعض عدد كبير من المدن الجديدة. خلاص بقى بوابة الكارتة بتتفتح، واحنا خارجين مرة تانية من السادات على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، في الرحلة اللي اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها، وشفتوا خمس مدن جديدة مع بعض متسمية كلها على اسم النصر العظيم اللي حققته القوات المسلحة المصرية في اكتوبر سنة 1973، واعادة العزة والكرامة لكل الشعوب العربية. هنخرج من مدينة السادات على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، واتمنى ان رحلتي النهاردة اللي كانت متنوعة تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.